8. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، والمجد لله دائما. تفضلوا. أولا كل سنة وانتم طيبين، وإحنا آخر أسبوع في سنة 2018، وزي ما اتفقنا المشكلة لا في السنة ولا في الزمن ولا في الأيام، يعني مشكلة في الإنسان نفسه. ممكن يحسن إلى الأيام، يحسن إلى التاريخ، وممكن يسيء لي، ممكن يحسن إلى بلد، يحسن إلى بيت، وممكن يسيء لي. فالزمن هو الزمن والأيام هي الأيام، وسنين ورا بعضها، لكن موضوع بيتوقف على الشخص نفسه كيف يسلك وكيف يقدس الأيام وكيف يستثمر الوقت. وطبعا بشكركم انكم جيتوا في البرد، الدنيا برد، لكن انتوا تغلبتوا على طبيعة الطقس وجيتوا، انا بشكركم. النهاردة معلش باستثناء نتكلم عن التجسد، واحنا ماشيين في السلسلة بتاعتنا برضو جماعة خائفوا الله. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن المجوس خائفوا الله أو خائفي الله. إنما النهاردة عايز أكلمكم في موضوع بعنوان أتى وخلصنا. تتلخص العقيدة المسيحية كلها في دي، أتى وخلصنا. أف إيه أف صوتي أم، أو نقول في صياغة تانية عشان السيدة العذراء طبعا ولد منها، فنقول أسميسي أمف أفصوتي أم. أسميسي هي ولدته أمف، أفصوتي هو خلصنا إحنا. ده العقيدة، وتعبيرات تانية كتير. وزي ما هقول لكم في الآخر، كتير جدا صلواتنا تنتهي بأنه أتى وخلصنا، مبارك أنت مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، مبارك هو مع أبيه الصالح والروح القدس لأنه أتى وخلصنا. أغلب صلواتنا كده تنتهي بكده، أو حتى في تشوري ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا. لكن في التعبير عن التجسد ساعات نستخدم تعبير أتى أو جاء، تعبير أشرق، تعبير تجسد، تعبير نزل، تعبير ظهر، فنشوف دول مع بعض النهاردة. الكنيسة عبرت عن التجسد بأكثر من لفظة وأكثر من فعل في الكتاب المقدس وبالتالي في الليتورجيات وأقوال الآباء. أولاني ولد المسيح لي ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الأول لاهوتي، منذ الأزل هو ابن الله، منذ الأزل ده ميلاد لاهوتي أزلي وميلاد جسدي في ملء الزمان. وزي ما اتفقنا أكتر من مرة بنقول ولد المسيح من الآب قبل كل الظهور بدون أم، وولد المسيح في ملء الزمان من العذراء بدون أب. دول الميلادين. قبل التجسد ما كانش فيه جسد، نتكلمش عن إله المتجسد. بعد التجسد بنقول عنه الكلمة صار جسد، بل إله المتجسد.
وتعبير ولد لا يتنافى مع تعبير ظهر، لأن الولادة أظهرته. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وولد معناه أنه ما ظهرش فجأة في التاريخ ولا ظهر كخيال. ولد يعني ليه سلسلة أنساب ذكرها القديس متى والقديس لوقا. ولد معروف اتولد فين، ولد معروف مين والده، ولد معروف اتولد امتى وظروف الولادة بتاعته. واليهود قالوا كده، مش ده يسوع اللي من الناصرة؟ مش احنا عارفين ابوه وامه، يعني معروف. ولما اختتن اتكتب وتسمى زي باقي الاطفال باسم يسوع. والسيوطقيات مليانة تفاصيل في هذا الإطار، من الحمل ومكان الحمل، وبعدين اكتمال الحمل لما تمت أيامها لتلت، يعني كملت 9 شهور، أو نقول في التسبحة 9 أشهر عدا، يعني عدا واحد ولا التاني بالضبط يعني. ونقول له في التسبحة، أو نقول للسيد عذراء، ولدتيه وأرضعتيه ومسك ثدييك كالبشريين، وبنرددها في جهك على فكرة الأيام دي. وكان في شهود على ده، في القديس يوسف النجار حارس الميلاد البتولي أو خادم سر التجسد، وفي سالومي القابلة، وفي صاحب المزود. في شهود، والجغرافيا معروفة، سابوا الناصرة وجم بيت لحم، والحدث معروف، وهيرود السمع وهاج، وبعدين في رعاه جم زي ما قرينا، وفي مجوس هيجوا. يعني ولد، يعني مش خيال زي ما البعض تصور انه ظهر ظهور اثيري يعني. او البعض قالوا ان ربنا لما حب يخلصنا جه بلاهوت واختار واحد، قال ده لطيف، ده ممكن اتفق معاه ان انا يعني استخدم جسده شوية واعمل المعجزات واعلم واتصلب واموت، بقى نبقى نديله حاجه كده يعني نطيب خاطر يعني. لا، والدليل ان الجسد اللي اخده هو اللي صعد بيه، ده جسده الخاص بيه، مش كده وبس، هو اللي قاعد بيه عن يمين الاب زي ما شاهد القديس استفانوس وهما بيرجموه. ده اول تعبير، ولد. ولد يعني مسكناه في جسد، نمسكه كده. لو ما كانش يتولد وخد جسد حي كنا هناكل جسد ودمه ازاي؟ يبقى خيال. نمرة 2، ظهر. ايه الفرق بين التجسد والظهور؟ الظهور ممكن من غير جسد، لكن التجسد ظهور وجسد. الظهور ممكن يبقى مجرد رؤية في شكل انسان، في شكل ملاك، في شكل طيور، في شكل ضباب، في شكل نار، في شكل رياح. إنما التجسد يحوي الأمرين معا، يعني في جسم وفي شكل، الله ظهر في الجسد. ونقول له يا جالسا على الشاروبيم اظهر، اظهر لنا يعني، تعال خلينا نشوفك. والقديس بطرس الرسول يقول معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. ده في رسالته الأولى أصحاح 1 آية 20. والقديس يوحنا الحبيب يقول وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية، في رسالته الأولى أصحاح 3. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. السيد المسيح أظهر مجده في مناسبات كثيرة، يعني لما عمل معجزة تحويل الماء إلى خمر في قانا الجليل، يقول القديس يوحنا هذه أولى الآيات التي صنعها يسوع فين؟ في قانا الجليل، فرأى تلاميذه وآمنوا به، أو فآمن به تلاميذه، أظهر مجده. وكتير من المعجزات أظهر مجده، وناس كتير امنوا وشاهدوا ليه ان هو الاتي. ولما راح مندوبين من السنهدريم يسالوا يوحنا المعمدان انت هو
القصد الآخر أنهم لا أنا مش هو. وأشار لسيد المسيح أنه هو ده اللي هيظهر وعتيد أنه يظهر. وأظهر الله مجده أيضا على جبل طابور، أظهر قبس من مجده بس، لدرجة أن الثياب نفسها تأثرت. ده التعبير الثاني. التعبير الثالث نازلة وقالوا أليس هو هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفين بأبي وأمه، فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ ده نوال أكثر من مرة أنا نزلت. ده كلام ده في يوحنا 6 آية 42. والنبوة في العهد القديم قالت عن التجسد أنه ينزل مثل مطر، يقول لك ينزل مثل المطر على الجزاز، جمع جزة، ومثل الغيوس، جمع غيس يعني برضو مية ومطر، الزارفة على الأرض تنزل تنهمر على الأرض في مزمور 72. وشبهت السيدة العذراء بجزدة الصوف، والمسيح كالمطر لينزل على الجزة. وهو السيد المسيح نفسه قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. ده في حديثه مع نيقوديموس في يوحنا 3. وقال كمان لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. واليهود كانوا يتزمروا يقولوا ازاي ده يقول أنا الخبز النازل من السماء؟ إنما تعبير نازل لا يعني أنه فقد شيء من مجده، إنما تنازل. وفي فرق بين نزل وتنازل. نزل جاز أنزل أو أحضر أو أهبط، إنما تنازل يعني هو واخد قراره إنه ينزل من أجل مهمة معينة أو بكامل إرادته. وبعدين هو تنازل لكي نراه، عشان نشوف أرضنا. القديس يوحنا عايز في القديس أثناس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، ومن ضمن القصص اللي حكاها علشان يقرب فكرة التجسد، قال كان في بلد مليانة أشرار ومليانة لصوص ومجرمين، والملك بعد عدة محاولات وبعد ما بعت لهم ناس كتير ما يدروش يتفاهموا معاهم، قال أفضل طريقة أن أنا أجي وأسكن في وسطهم، أخد بيت زيهم في وسط بيوتهم وأسكن في وسطهم. وعمل كده، وبوجوده هرب اللصوص والقتلة. وعلى فكرة مثل الابن الضال يشير من ناحية من نواحي للتجسد، لما الاب كان عمال يتشوف يتطلع فوق بيبص على ابنه، واول ما لقى ابنه جاي تحنن ونزل، ومش نزل وبس، ورقد ويقوله هذا هو التجسد. ربنا لما رأى أولاده زي ما حصل لما كانوا في مصر، سمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم. ومرة لما الناس لخبطوا برضو ساعة برج بابل، قال ننزل نشوف بيعملوا ايه دول، ننزل نشوف بيعملوا ايه. وفي النهاية أقدر أقول لكم بخصوص نزلة أنه نزلة ليرفعنا إليه. لما الإنسان الساقط ما قدرش يطلع لربنا، ربنا نزل أخده وطلع بيه. وإحنا بنعمل كده في الخدمة، وإنتوا بتعملوا كده برضو مع أولادكم. يعني ابنك مش قادر يطلع لك، فبتنزل وتاخده من إيده وتطلع بيه، مش بتنزل عشان تقعد جنبه أو يحضرك جنبه، لا، عشان تصعده بدل ما هو يحضرك. بعد كده في تعبير اسمه الإخلاء. الإخلاء، والإخلاء ده سر أشار لي القديس بولس الرسول في فيليب 2، وقال لك إنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، قال لم يحسب له خلسة أن يكون مساويا للآب. يعني مساواته للآب ليس ادعاء وليس عن غير حق، مش بياخد حاجة مش بتاعته، إنما هو فعلا مساوي للآب، لما أظهر في الهيئة كإنسان. والقديس بولس الرسول في فيليبي
يستخدم تعبيرين للسيد المسيح يعني يوصف بهم السيد المسيح. صورتين، قال ظهر في الصورة كعبد، لكن هو صورة الأب. الصورة الأولى إيمج كده، لقطة كاميرا، المنظر من بره بس، الشكل السكي من بره بس، ده شكل عبد. لكن الصورة الجوهرية يسموها مورفي أو هيكون، نستخدمها كتير في التسبحة هنا وفي المصطلحات اللاهوتية. دي الصورة الجوهرية، طبيعة نفسها من جوه، إنما في الهيئة كإنسان يهان، يجوع، يعطش، يتألم، يتكلم، ينام. لما يقول إنه في صورة عبد فهو يبدو من خارج عبد، وأما كونه صورة الآب فدي الصورة الجوهرية بتاعته، اسمها الإخلاء، يعني تخلى عن مجده. حتى السيد المسيح لما قال أبي أعظم مني، وأريوس استخدمها غلط وقال هو ذا المسيح نفسه أو يسوع نفسه يشهد أنه أقل من الآب، الآباء قالوا له لا، ده أبي أعظم مني في مجده حاليا مقارنة بالحياة اللي أنا عايشها وفيها شيء من الضعف الظاهر والمهانة الظاهرة. في إطار الإخلاء احتمل الشد والتعيير والآلام والموت من أجلنا، إنما هو الإله، ودي ما نفيدش عنه كونه إله، كونه النظار في شكل إنسان. نقول في التسبحة يوم الخميس، تسبحة الخميس، لم يزل إلها، أتى وصار ابن البشر، لكن هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا. تاني، لم يزل إلها، يعني بينما هو إله أتى وصار ابن البشر، لكن هو الإله الحقيقي، جه وخلصنا. وأظهر قبس من النور ده زي ما قلتلكوا على جبل التجلي، لدرجة أن الثياب نفسها اكتسبت مجد لا يقدر قصار يعني صباغ على الأرض أن يبيض مثل هذا. بعد كده في تعبير تاني اسمه دخل التجسد برضو، يعني دخل إلى عالمنا. في نبوة حزقيال النبي قال إن السيد دخل وخرج والباب مقفول على حاله، كان بيتكلم عن بطن العذراء، عذراء قبل الميلاد، عذراء في الميلاد، عذراء بعد الميلاد، وهناك وجه شبه أو أوجه شبه بين القبر وبين بطن سيد العذراء. بطن العذراء ما دخلهاش حد قبل كده، القبر كده برضو. المسيح دخل وخرج من القبر ولم يمسك من الموت، وبرضو القبر يوسف الرمي كان عامله ليه هو، وبرضو سيد العذراء قررت تبقى بتولة حتى بعد ما خرجت من الهيكل. ويقصد ايضا دخول عالمنا والخروج منه بالصعود، ما هو دخل وخرج بعد ما اتم المهمة. وينظر اللاهوت القبطي الى بطن العذراء باعتبارها الخدر الذي تمت فيه الزيجة الالهية مع البشر، ونقول عنه بما انشيليت، موضع العرس، يعني الخدر ده بنسميه مكان العرس، بيما انشاليت، وبيما انشاليت المكان الذي تم فيه العرس او الزواج. ويسمى ايضا بطن العذراء معمل الاتحاد بهيرغاريتيس اللي فيه، ويعرف التسبيح موجودة برضه اظن يوم الاربع، تزكية الاربع، معمل الاتحاد او معمل اتحاد الطبائع، يعني بنستخدم تعبير اتحاد الطبائع مش اتحاد اقانيم، اتحاد الطبائع. ينبغي
أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي دخل فيه إلينا الرب يسوع وخرج. ده القديس بطرس في مدخل سفر الأعمال تاني. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي دخل فيه إلينا الرب يسوع وخرج، كانوا عايزين ياخدوا واحد يحطوه مكان يهوذا. ولما كان الموت قد دخل إلى العالم بحسد إبليس، فإن السيد المسيح بدخوله إلى العالم طرد الموت وغلبه. كان لازم يدخله زي ما دخلوا إبليس يدخل يطلعه. بيقول كده، ودي واخدينا من سفر الحكم، حكمة سليمان، وحطينا في صلاة الصلح. والموت الذي دخل إلى العالم يعني مش بحسد إبليس هدمه، خلينا صيغة تاني. والموت الذي دخل إلى العالم أو دخل بحسد إبليس إلى العالم هدمته. هدمته أو كسرته. شوف يعني كسرته، حطمته كده يعني. واستخدم أيضا تعبير الدخول في تقديم المسيح نفسه ذبيح عنا. دخل الأقداس عشان يقدم ذبيحة نفسه، ليس من أجلنا، ليس من أجل وتطهيره هو، إنما من أجلنا ذبيحة واحد بس. كان زمان رئيس الكهنة يقدم أولا ذبيحة عن نفسه لكي يصبح مستعدا أو لائقا أن يقدم ذبيحة نفسه. نفسه المسيح ما كانش محتاج يقدم دي، فقدم مرة واحدة بس ذبيحة نفسه. يقول كده القديس بولس الرسول في عبرانيين 9:12، يقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فدانا أبديا، أو فصنع وجد، مش يعني لقى كده بتفرج لقى فداء، لا جد يعني إيه، يعني فحصل أو تم ما فداء أبديا. بعد كده في تعبير اسمه صار زمنيا، يعني في ملء الزمان أتى ابن الله مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس زي ما ورد في غلاطي 4:4. وملء الزمان يعني ربنا غير الزمني صار زمنيا، واحنا برضو بنقول في التسبيح غير الزمني صار زمني، والمتجسد تجسد والكلمة تجسمت. وفي القبط نقول خا أو أخرونوس. تعرفين خاء أخروس معناه إيه؟ إنه دخل تحت الزمن بتاعنا، ده معنى خاء أخروس. وفي التقاليد اليهودية وبرضه وده مقبول يعني، إن الله يملأ مساحة مش عارف كم قرن من الزمن، يعني عايزين يقولوا إنه عظيم جدا أو إنه فوق الزمن. في فكرنا المسيحي أن الله اللي فوق الزمن لما دخل الزمن بتاعنا ملاه وفاض، وده بنسميه ملء الزمان. لما دخل ربنا غير المحدود اللي فوق الزمن السرمدي اللي لا بداية أيام له ولا نهاية، زماننا المحدود على المحدود ملاه، وسمي ده ملء الزمان. أما تعبير زمنيا أو صار زمنيا من جهة أخرى فمعناه أنه صار له تاريخ ميلاد وتاريخ صلب وقيامة والسجل في المواليد اليهودية عند الاختتان، وده معنى الزمن. عندنا تعبيرين، الزمن الحاضر والزمن الآتي، العالم الحاضر والعالم الآتي. فهو لما صار زمني زينا بقى لي اسم زينا، ما تسمى باسم لكي ينادى. يعني ازاي الست العذراء كانت هتناديه بصفاته، تعالى يا قدوس، تعالى يا كامل، تعالى يا عظيم، لازم يبقى ليه اسم. وحتى الاسم نفسه اسم بيعبر عن وظيفته، مخلص، لكن اخد اسم واتكتب في شهادة ميلاد واختتن ومعروف التاريخ امتى، يعني زي اللي بيسأل اتولد امتى. يعني كنيسة كانت بتعيد دايما عيد الميلاد في 29 كيهك، طلع 25 ديسمبر، طلع 27 ديسمبر، طلع 30 ديسمبر،
طلع 50 يناير 50، هو 29 جه، ده اللي احنا مرتبطين بيه. لكن طبعا حصل في التاريخ ان من ايام مجمع نيقيا كانوا بيعيدوا بيه في يوم معين. جه البابا جريجوري سنة 1582 بالتحديد، يعني في القرن 16. العلماء في عصره قالوا له انتوا بتحسبوا ان الارض بتدور دورة كاملة حوالين الشمس كل 365 يوم، الكلام ده مش مظبوط، ده في فرق 4 ايام ومش عارف 54 دقيقة و 58 ثانية، فحسبوا السنين في ده طلع 10 ايام، وبعد قرنين تقدم بقوا 13 يوم وكل 400 سنة 3 ايام. فقالوا نخصم العدد ده بقى 10 ايام من 25 ل 5 يناير، بعدين بقى 13 وهكذا. احنا ملتزمين بالتقويم القبطي وملتزمين ب 29 كياك. قال كده السيد المسيح عن نفسه بخصوص يعني انه صار زمنيا، قال انا هو الالف والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين، البدايه والنهايه، الالف والياء اللي هو الالفا والاوميجا. وفي الايقونات القديمه وبداوا يعملوها تاني دلوقتي لازم يحطوا على ايقونه سيد المسيح الفا واوميجا، زي ما بيحطوا تعبيرات تانية زي ني كا او بي اتش على ايقونات الصلب، يحطوا على ايقونه المسيح وحده او البانتوكراتور الالفا والاوميجا، الاول والاخر، البدايه والنهايه، وبرضه ساعات يحطوها في شرقيه الهيكل. تعبير تاني هو اتى او جاء، يقول كده في حج النبي اصحاح 2 ايه 7، وازلزل كل الامم وياتي مشتهى كل الامم فاملا هذا البيت مجدا قال رب الجنود. وازلزل كل الامم وياتي مشتهى كل الامم فاملا هذا البيت مجدا قال رب الجنود. والسيد المسيح نفسه قال في يوحنا 16 خرجت من عند الابي واتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الابي. تاني، خرجت من عند الاب واتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب. وقال انا قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني، وقال لو كنتم تحبونني او لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني، لاني خرجت من قبل الله واتيت، لاني لم اتي من نفسي بل ذاك ارسلني. وفي يوحنا 10 في انجيل الراعي الصالح يقول اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. وقال لهم اللي ياتي من فوق هو فوق الجميع، اللي يجي من الارض والارض ياتي، والذي يعني ياتي من السماء هو فوق الجميع. ده في حديثه مع نيقوديموس برضو. كمان المرأة السامرية لما كانت بتتكلم معاه قالت له أنا في حاجات بدأت توضح لي قوي، أنت مش عادي. قال لها ليه؟ قالت له أنا عارفة إن مسيا لما يجي اللي يقال له المسيح فهو إيه يخبرنا بكل شيء، أنا عارفة كده منين ما يجي هو يشرح لنا كل شيء. قال لها أنا هو اللي بكلمك، أنا جيته. كان الشعب قبل الميلاد قد وصلت به المعاناة إلى أقصى حد، وبدأت تتعالى الأصوات متى يأتي، متى يأتي المخلص. وكان صوت الناس في العهد القديم أو لسان حالهم يقول سوف يأتي المخلص، فصار صوت حال الناس في العهد الجديد قد أتى المخلص. وساعات يشبهوهم باتنين كده، يعني فريق كده عمال يقول ايه متى يأتي المخلص، سوف يأتي المخلص. المحبطين يقولوا متى يأتي، واللي عندهم رجاء يقولوا ايه سوف يأتي، واللي تحقق فيهم الرجاء يقولوا ايه قد أتى بالفعل. ونقول في التسبيحة خصوصا تسبيحة الكياك بس في العشية اللي ما حدش فينا بيحضرها غالبا، يعني يقول لك سيدنا أتانا من مريم ونجانا،
ساعات كانوا ما يحطوش الواو دي، وكان معنى المعنى وحش جدا، يعني كأنه جاينا جاي عشان يخلصنا من مريم. يقول لك سيدنا أتانا من مريم نجانا، هو يقصد سيدنا أتانا من مريم ونجانا، يعني بمجيئه من مريم نجانا. لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. يقول هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. وإحنا بنرتل سوتوكية يوم الثلاث ونقول إيه تاني؟ لم يزل إله، أتى وصار ابن البشر، لكن وهو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. تعبير تاني أو اتنين ونخلص، تجسد، يعني أخذ جسد. الكنيسة المدققة بتأكد في كل مرة في النص اللي بنقوله تجسد وتأنس. ليه؟ لو قلت تجسد بس، جايز أخذ جسد حمامة مثلا، أو مثلا إيه فاكهة مثلا، وده جسد برضو. في فرق بين صورة حاجة وجسد حاجة، لكن تقول على طول وتأنس. واحنا في قانون الإيمان بنقول كده، تجسد وتأنس. وفي القداس تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس. لازم أقول نوع الجسد ده إيه؟ جسد إنسان. ده السبب ان انا بقول اف تشي ساركس او اف الرومي، رومي بشر، جسد انسان، يعني صارت له طبيعة ناسوتية. والطبيعة الناسوتية اللي اخذها السيد المسيح بتجسده فيها ثلاث عناصر: جسد، نفس، روح. طب في بعض الهراطقة قالوا السيد المسيح يعني استبدل الروح الإنسانية بلاهوته، خطر جدا، يبقى التجسد مش كامل والفداء مش كامل. لأن الإنسان العادي اللي مطلوب أنه يفتدى أنه يخلص ليه الثلاث عناصر دول. والكنيسة ردت عليهم وقالت كده، السيد المسيح لاهوته اتحد بالثلاث عناصر دول البشرية دي. الطبيعة اللاهوتية بالطبيعة الناسوتية في زمن مدته صفر. ليه بقول الكلام ده؟ أن بعض المعلمين اللي غلطوا يعني في البداية تخيلوا، طبعا بصراحة شديدة مش عن قصد، وأغلب الهراطقة عن غير قصد، وأغلب الهراطقة كانوا غيورين، وأغلب الهراطقة يعني تبعوا ذكائهم البشري أكتر ما تبعوا تعليم الآباء والإنجيل، وسألوا واستشاروا. وكتير من الهراطقة في غمر دفاعهم عن هرطقة سابقة هم نفسهم وقعوا في هرطقة تانية في مغالتهم في الدفاع عن المسيح، في هجوم بعض هراطقة هم نفسهم سقطوا في هرطقة تانية، زي ما حصل مع أوطاخي بيدافع ضد نسطور وقع في بدعة الطبيعة الواحدة اللاهوتية اللي ابتلعت الناسوتية. وزي ما قلت الأسبوع اللي فات أو اللي قبله، لو حد قال لك أنتم من أصحاب الطبيعة الواحدة، اوعى تتسرع وتجاوب وتقول آه، اوعى، مش تفرح إنه مش طبيعتين، تقول آه احنا من أصحاب الطبيعة الواحدة على مهلك. قل له تقصد مونو ولا ميا؟ ميا طبيعة من طبيعتين، مونو طبيعة ابتلعت التانية، واحدة منهم أوطاخية والتانية قبطية أرثوذكسية. ميا فيزيس مش مونو فيزيس، واضح؟ فأوطاخي وقع في دي، قال الطبيعة اللاهوتية العظيمة دي غير المحدودة ابتلعت الطبيعة الناسوتية وشبهها بنقطة خل ومحيط وحاجة زي كده. فالسيد المسيح اتحدت
طبيعتين اللاودية والنوستية ليه من مش من اللحيزة الأولى في زمن مدته صفر، نستخدم التعبير ده أحسن، يعني مش تجسد وبعدين حل عليه الروح القدس، كلام ده خطر. تجسد وبعدين اتحد به اللاهوت بعد فترة برضو خطر. اختار واحد واتحد لاهوتيا به وبعد كده سابه خطر برضو، جسده الخاص به هو. طب ازاي اخذ جسد من السيدة العذراء وهي خاطئة ويتحتاج الى الخلاص مثل الباقين؟ قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، قدس مستودعها واتخذ جسدا من الجزء اللي قدسه ده، وتبقى السيدة العذراء مثل كل البشر رغم ما لها من كرامة عظيمة تحتاج الى الخلاص. والقداس يستخدم لفظتين بخصوص التجسد، بخصوص الجسد يعني، لفظة اسمها ساركس ولفظة اسمها سوما. ساركس اسمها ساركس مش ساركس، ساركس فاشل كسر. ساركس دي بتعني الجسد المادي ده، اللحم الفلاش ده، انما سوما تعني الاثنين، مش واحدة تعني الجسد المادي والتانية تعني الجسد الافخارستية يعني مش مادي، لا لا، ساركس يعني جسد مادي ممكن تستخدم الإنسان والكائنات تانية، إنما صومة نسجد لجسدك المقدس، ما بقاش ساركس بقى صومة. وعند التناول يصرخ الأب الكاهن، مش يصلي، يصرخ يقول هذا هو الجسد الذي كانوا زمان يقولوها صراخ بأعلى صوته كأنه بيعلن إيمانه، هذا هو الجسد الذي أخذه ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا، يعني معروف جايبه منين، هو ده نفس الجسد مش جسد من حتة تانية. والدة الإله برضو مش يقول السيدة مريم ويخلها، لا هو أصل والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، ويكمل جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وفي العربي عندنا ممكن نضيف تعبيرات زي بدون تشويش ولا تلاشي وحاجات زي كده، في العربي في ترجمات ممكن نضيف كلمات زي كده. اخر حاجة واختم بيها اشراقا، شو التجسد ده كان اشراق علينا برضو، يعني اطلالة النور على الجالسين في الظلم وظلال الموت. النبوة قالت ايه؟ ولكم أيها المتقون تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. وارتبط عيد الميلاد بالأنوار لو تفتكروا، كريسماس والأنوار والزينات طبعا رعاء أضاء حولهم أو مع الجند السمائي نور عظيم. المجوز برضو كان فيه نور، هو أشرق السالكين في الظلمة أو الجالسين في الظلمة وظلال الموت، وهو أشرق بمعنى زي الشمس، الشمس موجودة بس بتشرق علينا، يعني مش كان مختفي أو ما كناش نعرف عنه حاجة، لا زي الشمس لما تشرق إحنا بنتدور ليها. نفتكر المتنايح البابا شنودة كان قال كده، قال ما حصلش إن الشمس أخفت نفسها عننا، إحنا اللي بنديها ظهر لنا. في جيل القديس لوقا في تسبيحة زكريا النبي قال برحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. ونقول في التسبيحة أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. بداية الكنيسة تصلي جاءت الشر وتبني المزارع جاءت الشر، ويأتي المسيح من الشرق نتطلع إليه عشان يأتي من الشرق، نحط صورة البنتكراتور في الشرق ونحط أنوار وشموع برضو في المكان ده، ونتذكر أنه أنار حياتنا بمجيئه وهو النور الذي لا يدنى منه، ساكن في نور لا يدنى منه. نقول كده في
تسبح في يوم الاثنين على ما أذكر، الروح القدس أيقظ داود قائلا: قم رتل لأن النور قد أشرق. الروح القدس، وعلى فكرة أيقظ داود جاية في الإبت نخسه، نهشي، حتى قريبة من الكلمة العربي نخسه، مش أيقظه يعني رش عليه شوية مية ولا زعق فيه مثلا، لا لا لا، قوم انت نايم، نهسي انت بيض، نخسه، قال له قوم سبح، الدنيا نورت، ده نايم بتعمل ايه؟ الروح القدس أيقظ داود قائلا: قم رتل لأن النور أشرق. فقام داود وأخذ قيصرته الروحية ومضى إلى البيعة، برضو هرولا إلى البيعة، مش مضى يعني بدأ يمشي يروح البيعة، لا هرولا، هول يعني هرولا. ومزمور 80:1 نقول له: يا راعي إسرائيل اصغي، يا قائد يوسف قد ضأن، يا جالسا على الشيروبيم أشرق، يا جالسا على الشيروبيم والكروبيم أشرق. وعلى مدار القداس والتسبحة والأجبية وكل صلواتنا، سواء الخاص أو الأجبية أو الترجية أو الأسرار، نردد عبارات تفيد تجسد ومجيء المسيح. تجسد من روح القدس، مريم العذراء تأنس ويحط أبونا البخور وقتها في الشوريا في القداس. وطبعا الشوريا بطن العذراء، والنار المنتقدة جوه نار لاهوته، والفحم ده الناسوت. فهو أخذ من هذا المكان جسد لي، لو سميناه الخدر السمائي أو معمل اتحاد طباعه زي ما اتفقنا. عشرات المرات في اليوم الواحد نردد طلبات خاصة بالتجسد والخلاص. في الأجبية كل إنجيل نختمه بتنقشت أمكم بخريستوس، نختم لأنك أتيت وخلصتنا. لو نقوله مبارك أنت مع أبيك، صنقول لأنك أتيت وخلصتنا. ولما نقول تنقشت لأنك أتيت وخلصتنا. وفي نهاية الصلوات حتى بتاعت الليتورجيات كلها، برضو أتيت وخلصتنا، خلصنا وارحمنا. وفي نهاية كل الليتانيات، وفي نهاية كل مرد براكسيس، هكذا ولد المسيح فصار سلام على الأرض، وامتلأت نفوس الناس بالمسرة، وتمجد الله في علائه، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ترنيمة نرى عجبا أن إلها صار جسداً.